برحب بحضراتكم مرة تانية، ومعنا طبعا نجمنا نجم النادي الأهلي السابق كابتن رضا الويشي، اللي تميز الحقيقة بمهاراته وبتكوينه الجسدي المختلف وقت طبعا مشاركته مع النادي الأهلي، وكمان كان بيقدم أداء متميز مع اف سي مصر الموسم اللي فات. برحب بيك يا كابتن ومنورني. مرحبا بك، أهلا وسهلا. خلينا بقى هنتكلم عن حاجات كتير ليها علاقة بيك وليها علاقة طبعا بالنادي الأهلي ورؤيتك الفنية للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة. خليني أبدأ بيها، شايف إزاي النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني الفترة الأخيرة، المباريات الأخيرة في الدوري المصري؟ لا هو طبعا يعني الراجل دلوقتي أنا شايف إن هو يعني بيعمل حاجة كويسة جدا بغض النظر عن النتيجة. الناس كلها بتشارك، الناس كتيرة كانت بعيدة، دلوقتي بقت موجودة في الصورة بشكل كويس. يعني حسين الشحات كان بعيد، كهربا كان بعيد، دلوقتي كهربا من أحسن لعيبة موجودة في الدوري، عنده روح كبيرة، دلوقتي بيهاجم ويدافع ازاي، اتطور منه بصراحة. وغير كده محمد شريف بيأدي بشكل كويس، في لعيبة كتيرة، أكرم توفيق لما لعب كان كويس. يعني دلوقتي الراجل حط فرقتين موجودين في النادي الأهلي يقدروا يلعبوا في أي وقت وفي أي يعني أي لاعب يغيب ما فيش فرق بين اللاعب الأساسي والاحتياطي. طب أنت يا كابتن واجهت النادي الأهلي مع نادي اف سي مصر الموسم اللي فات، وبرضه واجهت العديد من الأندية في الدوري المصري، كنت شايف إيه الفرق؟ أنا بتكلم بقى من ناحية الأداء، من ناحية الشخصية، طبعاً الروح. طبعًا ماتش النادي الأهلي طبعًا كل اللعيبة بتبقى مستنية تلعب ماتش النادي الأهلي، طبعًا بيبقى ماتش العمر بالنسبة له، طول السنة بيستنى الماتشين، فده بيبقى بالنسبه له حلم ان انا بلعب ضد النادي الاهلي، ان ماتش النادي الاهلي نادي كبير، فطبعا بيظهر اقصى ما عنده عشان يقول للناس ان هو الناس طبعا اكتر من 60 مليون بيتفرجوا على اللعيب، فده طبعا فرصه بالنسبه له ان هو يعرض نفسه، يسوق نفسه كويس بشكل كويس، ده مش هيلاقي احسن من النادي الاهلي يلعب ضده يعني. فدايما بتلاقي الماتشات صعبه بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي. طيب خلينا نبدا كده من ورا شويه، كان انتقالك للنادي الاهلي اصلا جه ازاي؟ انا كنت بلعب في نادي السكه الحديد، وكنت هداف الدرجه، فرحت منتخب مصر الاول مع كابتن حسن شحاته، بعد كده رحت بطوله مع المنتخب الاولمبي اللي هو في سني، انا ما كنتش رحت لسه، فلعبت البطوله دي وخلصت، فكلمني النادي الاهلي، وطبعا ده كان حلم بالنسبه لي كبير ان انا اكون موجود. مين اللي كلمك بقى؟ كواليس كده؟ كلمني الكابتن عادل القيعي وقال لي احنا عايزينك في النادي، وكان بيدربني الكابتن اسامه عربي. فطبعا ما فكرش يعني، الحمد لله ان كلنا اهلاويه في البيت، فكان بالنسبه لي حاجه كبيره جدا ان انا العب في الدرجه الثانيه اروح للنادي الاهلي، فطبعا كانت خطوه كبيره بالنسبه لي. راضي عن كل ما قدمته مع النادي الاهلي؟ وانا ممكن ما لعبتش كتير، بس الحمد لله ان انا مثلا عصرت افضل جيل جه في تاريخ النادي الاهلي، ابو تريكه، متعب، بركات، عماد النحاس، مانويل جوزيه، فطبعا ان انا اتمرن مع الناس دي وانا كان لسه عندي 20 سنه، واكيد اتعلمت كتير. طبعا يعني انا استفدت كتير، كان لسه عندي 20 سنه، كنت بلعب مكاني خمس لعيبه كلهم بيلعبوا في منتخب مصر واسامي كبيره، بلال وفلافيو ومتعب واسامه حسني وعبد الحميد حسن. فطبعا بالنسبه لي ان انا اكون منافس للعيبه دي، فطبعا دي كانت حاجه شرف ليا ان انا اكون حتى موجود في النادي الاهلي. اول ما انضميت للنادي الاهلي لعبت على طول، خدت مباريات على طول، ولا يعني كان في صبر شويه؟ انا لعبت المقاوية ضد بنفيكا الشوط الثاني، ولعبت الحمد لله ماتشات، معظم ماتشات، وشاركت في الدوري وشاركت في بطوله افريقيا، وخدت بطوله افريقيا والدوري، والحمد لله الامور يعني كانت بالنسبه لي كانت كويسه، بس انا كنت مستعجل على اللعب شويه. ما انا ليه بقى بسالك ده؟ لانه يعني الصفقات الجديده اللي جت للنادي الاهلي على طول مستر موسيماني بيدفع باللعيبه على طول في مباريات مهمه، والحقيقه شايفين اداء كبير من كل اللعيبه في النادي الاهلي، فكنت عايزه اسالك على قد ايه الضغط النفسي بيكون لما بتلعب باسم فانيله او تي شيرت النادي الاهلي؟ طبعا انت يعني اللعب في النادي الاهلي مختلف عن اللعب في الانديه الثانيه، دايما النادي الاهلي ما بيفكرش غير ان انا اكسب بس. فطبعا طول الوقت انا اللعيب اللي بيجي النادي الاهلي محطوط تحت ضغط، عايز يكسب، عايز يهاجم على طول، فطبعا محتاج ان هو يبذل مجهود مضاعف عن الفرقه، يعني والتر بوليا في الجونه، يعني الفتره هو شفت له ثلاث ماتشات مع النادي الاهلي، لو في الجونه كان ممكن يجيب خمس ست جوان في اللي هو في إيه الطبيعي. تفسيرك بقى يعني طبعا انت شايف مستعجل عايز يجيب، يعني المهاجم نفسه بيبقى مستعجل عايز يجيب جون، طول ما هو مستعجل ممكن ما يجيبش، مش صعب ان هو يجيب جون بسهوله، عايز يجيب جون بسرعه، مستعجل يثبت نفسه ويقول للناس لا انا موجود. انت حاسس ان المشكله عند والتر بواليا مثلا في الاستعجال؟ بس هو مستعجل شويه ان هو عايز يقدم نفسه، اللي هو لعيب كبير، يعني لو مش لعيب كبير النادي الاهلي مش هتعاقد معاه طبعا، في ظل ان كان شريف ما شاء الله كان من هدافين الدوري وماشي بشكل كويس قوي، فهو يعني شريف والسنه اللي فاتت كان ثاني هداف الدوري، ف
فهو مستعجل بس شويه على الـ على الـ على الجون بس ان شاء الله. ايه نصيحتك ليه او شايف ازاي ممكن يتعامل الفتره اللي جايه؟ مع اول جون ان شاء الله يعني الدنيا هتبقى. بس انا ما كانش نفسي مستر موسيماني يبدأوا بسرعه يعني لعبه في يدخله بس واحده واحده في الاجواء. هو اداله بسرعه واستعجل عليه لان طبعا النادي الاهلي كان محتاج في الحته دي، رايحين كاس العالم للانديه فمحتاج برضو ان الناس كلها تخش بشكل كويس والناس كلها تبقى جاهزه. فده بالنسبه له زي ما قلت لحضرتك ان من فتره كبيره من سنتين ثلاثه احنا ما شفناش النادي الاهلي بالقوه دي، الدكه والاساسي طبعا. فدي طبعا دي اللي كان بيميز النادي الاهلي زمان، جيل ابو تريكه وبركات، ان كانت الدكه عندك دكه جامده جدا. فلو حد غاب من المجموعه الاساسيه ما فيش فرق بين اللي بيلعب على طول، ما فيش مشكله. صح. كنا ممكن ساعات نلاقي مثلا في لعيب ما بيلعبش خالص، بيلعب نهائي. فطبعا هو خلاص انت في التيم ومشارك والامور كويسه، فطبعا الفرقه كمان كانت ماشيه كويس بتساعد اي حد. انت شايف ان بيفرق جدا انك تصبر على اللاعب او بتفرق من لاعب للاعب؟ ممكن لاعب تدفع بيه من اول ما تجيبه للنادي الاهلي وتلاقيه تمام جدا والثقه عنده عاليه شخصية. جدا شخصيه بقى هنا شخصية الشخصيه اللي بتفرق. شخصيه اللاعب بالنسبه له هو دي اللي بتتحدد، ان يعني بتحدد مستقبله. ان انا ما بروح نادي كبير هتحمل الضغوطات ولا لا، هتحمل كميه يعني طبعا غير الجونه. جونه الناس بنشوف الجونه فرقه كويسه وفرقه دلوقتي ماشيه كويس في الدوري، بس طبعا مش النادي الاهلي. بالنسبه للضغط وحجم الجمهور اللي هو مستني انت تقدم ورق اعتمادك بسرعه. طيب وشايف ازاي مستوى الفني الباقي المهاجمين بالنادي الاهلي واحنا بنتكلم بقى على بوادي؟ الفتره دي الناس كلها ماشيه كويس بصراحه، يعني شريف ماشي كويس، بيلعب ماشي كويس، الناس كلها بصراحه بتقدم بشكل كويس. لان انا افضل حاجه موسيماني عاملها الفتره دي ان هو عنده العامل النفسي كويس قوي، فمدخل الناس كلها في الاجواء بشكل كويس. يعني دي اللي مميزه النادي الاهلي ومميزه موسيماني. طب ايه اكتر حاجه افتقدتها في النادي الاهلي بعد رحيلك عنه؟ يعني لقيتها في النادي الاهلي وما لقيتهاش في اي مكان تاني؟ الجمهور. الجمهور طبعا، الجمهور النادي الاهلي ما فيش حد زيه في الدنيا يعني صراحه. يعني جمهور النادي الاهلي انت كلاعب في النادي الاهلي بتروح النادي الاهلي بتروح اي مكان يعني بتتعامل معاملة كبيرة يعني. يعني وجودك في النادي الأهلي يعني حاجة كبيرة ان انت تبقى موجود في النادي. يمكن دايما بقول يا كابتن رضا انه الجمهور يعني دايما بيمثل جمهور النادي الأهلي، عمره ما كان مركز يعني ضغط على اللعيبة. لا بالعكس، دايما بالعكس. دعم بالعكس. دايما في ظهر اللاعب وظهر الجهاز الفني. قوة النادي الأهلي او قوة دايما التيم في النادي الأهلي الجمهور رقم واحد. طول ما في جمهور النادي الأهلي يكسب اي حد. يعني بجد النادي الاهلي رقم واحد الجمهور. يعني حتى دلوقتي بنحس ان اللعيبه مش زي الاول يعني. الغياب الجماهير عن المدرجات طبعا طبعا حاجه ممله بصراحه. يعني الجمهور في لعبه كره القدم ده حياه كره القدم. ان انت تلعب او تعمل لعبه كويسه وتسمع صوت الجمهور دي بتبقى حاجه كبيره وعظيمه يعني. طب بما انك بقى لعبت طبعا للنادي الاهلي ونادي المقاولين وبكره في مباراه في الدوري بين الاهلي والمقاولين، شايف المباراه دي فنيا ازاي؟ لا هو دايما مباراه الاهلي والمقاولين طبعا بيبقى مباراه مهمه وكويسه في وجود الكابتن عماد النحاس طبعا ابن النادي الاهلي. فهو مدرب كبير مقدم طفره كبيره يعني. نادي المقاولين اكتر من فتره كبيره كان غايب عن البطولات الافريقيه، السنه دي شارك بس ما توفقش، بس طبعا مشاركته بالنسبه لمصر حاجه كويسه. المباراه صعبه وان شاء الله الاهلي يقدر يعني يحسمها باذن الله. مين المفاتيح اللعب في المباريات الجايه بقى بالنسبه للنادي الاهلي؟ مين اكتر لعيبه انت شايف ان هي عندها ثبات في المستوى كبير قوي في قمه التالق؟ يعني ديانج وحمدي فتحي برده بيأدي بشكل كويس، وكهربا طبعا مميز جدا جدا جدا، من احسن فترات كهربا اللي شفتها في حياتي. على المستوى اللعيب دلوقتي كهربا يعني بيعمل حاجه ما كانش عنده. دلوقتي بيدافع كويس قوي، بيهاجم كويس قوي، واقف على رجله. وعلي معلول طبعا. علي معلول خلاص ما بقاش فيه كلام يتقال. ووليد سليمان برضه. لا وليد سليمان طبعا انا زعلان جدا ان هو مش هيكون في كاس العالم. طبعا كبير. اللعيبه الكبيره دي بتبقى ليها اهميه كبيره جدا حتى لو ما بيلعبش. صح. في اوضه اللبس مع اللعيبه، فطبعا الدافع المعنوي للعيب نفسه ان انا وليد سليمان. يعني انا دايما كنت اقول لعب وليد سليمان بينزل لعيب كبير واسم
انت ليه بتزعل انت قاعد احتياطي؟ وليد سليمان كل ماتش بينزل يجيب جون جونين يعمل جون، فطبعا الراجل مخلص بشكل كبير. وانا يعني انا الاصابه زعلتني ان هو كان مش هيبقى موجود في كان نفسي يبقى يشارك في كاس العالم. اكيد كلنا كان نفسنا ده طبعا. بس خليني اسالك دايما في وجهتين نظر في موضوع وليد سليمان ده، انه هو تغييره الاهلي الذهبيه اللي بينزل ويغير شكل الماتش ويجيب جون او جونين، يلعب خمس دقائق يجيب جون، ولا يعني انه صح ان وليد سليمان ينزل من بدايه المباراه؟ دي وجهه نظر فنيه لمستر موسيماني، ولكن احنا برضو بنتكلم حسب حاله اللعيب. حسب حاله اللعيب، يعني احنا في الاول كنا بنشوف ان هو بيدي الكهرباء على فترات، يعني ما كانش بيلعبه على طول. الفتره اللي فاتت دي كهرباء بيشارك من اول لما حس ان هو في اعلى فورمه بالنسبه له، فدلوقتي كهرباء بيشارك بشكل مستمر موجود. فطبعا وبرضو حمدي فتحي لما كان موجود السوليه برضو كان بيعمل معاه كده. فطبعا هي بتبقى بتاعت المدير الفني وفي نفس الوقت بتاعت اللعيب. اهم حاجه اللعيب يبقى مركز. انا يعني اللي بيعجبني في وليد ان هو ما بيحسبهاش انا هلعب قد ايه او كم الوقت اللي انا العبه، انا هنتج ايه في اللي انا العبه. صح، انا ابقى مؤثر ولا مش مؤثر، ده اهم حاجه. اللعيب يبقى مؤثر وليه دور في الفرقه، مش بعدد الوقت. ممكن العب 90 دقيقه ما بيش ليا دور، ممكن العب 5 دقائق اكسب بطوله. فدي اهم حاجه اللعيب يبقى قاعد بره مركز، انا هنزل مثلا هعمل ايه في المباراه، او انا انتاجي هفيد الفرقه ولا لا. متهيألي كابتن على ايامك ما كانش فيه قوي السوشيال ميديا زي دلوقتي، والتحفيل اللي بيحصل والانتقادات والاشادات برضو من الناحيه الثانيه ما كانتش زي دلوقتي قوي. فشايف دلوقتي هي يعني قد ايه مأثره وجودها احسن بالشكل ده؟ فرقه قوي مع اللعيبه على المستوى النفسي بقى، ان هي تديهم دافع اكتر، ولا بالعكس ده بتاثر جدا على اللاعب؟ حسب برضو شخصيه اللعيب. انا دلوقتي انا عندي شغل لازم افصل نفسي عن اي حاجه، او انا هدفي ايه؟ ما انا لو انا عايز يعني ايه، انا دلوقتي عايز اخش اعمل اتفرج مثلا على قناه النادي الاهلي، اخش على قناه النادي الاهلي، عايز اخش على مثلا اي اتفرج على فيلم، هتفرج على فيلم. انا احدد انا عايز ايه. انا دلوقتي انا شغال كويس، بشتغل شغلي، ماليش دعوه بحد، ما ركزش مع حد، او دي بتاثر عليك خلاص ما اروحش للمكان للنقطه دي. لو انا مثلا بتاثر من الاعلام ومن الانتقادات ما اروحش للنقطه دي. كل واحد ليه وجهه نظر، ممكن واحد ينتقدني ان هو شايف ان انا كويس، واحد ثاني شايف ان انا كويس. طب وانت كنت بتتاثر؟ لا بالعكس، انا الحمد لله ما يعني اصلا انا الحاجه اللي بحس ان هي ممكن تاثر عليا انا ببعد عنها. بتبعد عن، لان خلاص انا شغلي اهم حاجه، واجتهادي في شغلي وتعبي ربنا بيشوفه، وانا بجتهد على قد ما اقدر ان انا ممكن لازم اقدم احسن حاجه في المكان اللي انا فيه. ولان الناس متعاقده معايا على كده. صح، لكن انا اشغل نفسي بره الملعب بحاجات ممكن تاثر عليا في الملعب، لا. ده مش الاحتراف اللي انت صح، انه لو حد بيتاثر بده انه يبعد تماما اصلا، هو يشوف اي حاجه ممكن تكون. اكيد طبعا، اكيد بالذات لما تكون بتلعب في نادي كبير زي حجم النادي الاهلي، نادي الزمالك، الاسماعيلي، الانديه الجماهيريه، الاتحاد، الانديه الكبيره دي طبعا ناس محبه للكوره، دايما عايزك تكسب ولازم عايزك تبقى في احسن حاجه. طبعا التعادل مع النادي الاهلي تحس ان انت في الايام قامت، يعني ان انا تعادلت خلاص الناس اتعودت ان انا اكسب. هو النادي الاهلي عودهم ان انا لازم اكسب، او الفرقه الكبيره كده. فخلاص الناس يعني دايما كان يقول لنا مستر مانويل جوزيه كده كلمه حلوه قوي، يعني الناس دي جايه عشان تتبسط، جايه تستمتع، اللي نايم في الارض. فانت ابسط حاجه تقدمها له ان انت تكسب، ان انت تفرحه، ومش انت مش هتدي له فلوس، بس هو جاي يستمتع بيك، فقدم احسن حاجه عندك عشان الناس دي تروح مبسوطه. ايه تاني حاجات اتعلمتها من مستر جوزيه ولسه فاكرها؟ ايه اكتر الحاجات لا معاملته النفسيه ازاي ازاي هو قدر يسيطر على ده، كانت اميز حاجه بالنسبه لي. ان هو ازاي 25 لعيب كلهم نجوم منتخب مصر، وكلهم كل واحد فرقه لوحده، ما فيش مشكله حصلت قبل كده، دايما البطولات تخش في خمس بطولات، تاخد الخمس بطولات. فطبعا دي كانت اهم حاجه عنده بره التدريب، ان الناس ازاي ال 25 لعيب دول كلهم واحد، كلهم روح واحده، يد واحده، اللي بيلعب ما بيلعبش، اهم حاجه المصلحه العامه او النادي الاهلي لازم يفوز بالبطوله. طب موقف معاه ما تنساهوش؟ كنت في يوم يعني زعلان، ان انا كنت طبعا انا كنت صغير ودايما بحب اللعب، وان انا عايز ابقى موجود على طول، فانا كنت في منتخب مصر والسكه وبلعب، فجيت ما لعبتش. كنت زعلان كده في يوم، قال لي ما تستعجلش انت لسه صغير، انت مش متعب او فلافيو، دول لسه عندهم رصيد عند الناس، جايبين بطولات، فانت لسه صغير ما تستعجلش على الفرصه. وكلمني بصراحه باسلوب كويس، وكان دايما بيشتغل معايا عليا كتير في التدريب. فانا بس انا كنت زي ما قلت لك انا كنت مستعجل على اللعب شويه، ففضلت اروح المقاولين شويه، ان انا يعني ممكن
العب في المقاولين وارجع تاني. اتضايقت انك عملت ده؟ اه طبعا، بس انا لما رحت المقاولين كنت ممكن ارجع تاني يعني، لان انا خدت تاني هداف الدوري في المقاولين وقدمت موسم كويس. فطبعا بس اللعب في الاهلي غير الضغط العصبي بس فطبعا دي حاجه كان نفسي ان انا اكمل، بس الحمد لله وقدر ما شاء فعل يعني. في طب بمناسبه الكلام على المهاجمين، شايف مين افضل 5 مهاجمين في الدوري المصري حاليا؟ في حسام حسن، سموحه، في محمد شريف، والتر بوليا، في مين تاني؟ مش هغششك. مش انا بس يجيب المميزين يعني. فاهمك. يعني اللي هم مثلا ممكن يعني هو في صلاح محسن، بس صلاح يعني نفسي يهتم بنفسه، عنده امكانيات كبيره جدا ولاعيب كبير جدا، نفسي يهتم يعني بنفسه. لما راح سموحه قدم موسم كويس. في احمد ياسر ريان، في شادي حسين بتاع سيراميكا، في ناس كويسه يعني كتير يعني. طيب مباراة بيراميدز بقى اللي هتكون يوم الثلاث طبعا بين النادي الاهلي وبيراميدز، دي هتكون على طول قبل كاس العالم للانديه اللي اكيد هنتكلم عنه يا كابتن. شايف ازاي المباراه دي، وشايف انه مستر موسيماني المفروض يتعامل مع المباراه دي ازاي فنيا؟ لازم المباراه فنيا دي اخر بروفه اللي تروح هتلعب في كاس العالم، لازم تقدم بشكل كويس، اللعيبه لازم تكون مركزه جدا معنويا ونفسيا. طبعا بالنسبه للجمهور مباراه بيراميدز بتبقى مهمه جدا، ونفسهم يكسبوا. فطبعا انت لازم تقدم مباراه كويسه، بنفس الوقت ان اللعيبه تروح كاس العالم المعنويات مرتفعه، وان شاء الله يقدروا يحسموا المباراه باذن الله ان شاء الله. شايف قد ايه مؤثر جدا التحكيم في مباريات النادي الاهلي، او ايه تقييمك للتحكيم بشكل عام في الدوري المصري وكمان في مباريات النادي الاهلي اللي فاتت؟ اللي فاتت دي الجون طبعا مليون في المئه جون، بس طبعا احنا بنتكلم على ايمن اشرف. طبعا. فطبعا لكن التحكيم عموما اي حد في الدنيا ما بيبقاش عايز يغلط او يخطا. طبعا في فار دلوقتي حسن برضو الاخطاء شويه، كان في اخطاء كبيره، لكن طبعا اي حكم انا شايف ان اي حد في الدنيا من الحكام ما بيبقاش عايز يدي لكل حاجه حقه. بس طبعا زي ما بقول لحضرتك ان مباراه الاهلي او الزمالك بيبقى فيه ضغط كبير جدا 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 على الحكام. هو طبعا بيبقى مش عايز يغلط، فهو هطلع بعد المباراه طب انا رايه لغيت هدف حسب ضربه جزاء، كل ده بيبقى واخد من تفكيره وضغط عصب عليه. فطبعا لكن الماتشين اللي فاتوا دول طبعا ضيعوا ابنات من النادي الاهلي، وادي دجله والبنك الاهلي كانوا دلوقتي ممكن يحطونا في مكان تاني، لكن ان شاء الله الاهلي قادر ان هو يعوض ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. في فرق كتير جدا بتواجه النادي الاهلي بنشوفها في احسن فورم ليها واحسن اداء ليها، وبعدها بمباراه واثنين وثلاثه نشوفهم مع فرق تانية تبقى مستوى تاني. قلت لحضرتك انا كلاعب لو ما بلعبش في النادي الاهلي بستنى مباراه النادي الاهلي، صح، بفضل محضر نفسي ذهنيا ونفسيا خلاص لما العب مباراه الاهلي وابقى في قمه مستوايا بحس ان انا ممكن ماتشين ثلاثه خلاص انا خدت من يعني من الشو او الاعلام اتكلم عليا او انا النهارده عملت مباراه كويسه خلاص بيبدا المستوى يريح شويه. لكن طبعا كل الناس بتبقى مستنيه مباراه النادي الاهلي يقدم افضل حاجه زي ما قلت لحضرتك. ازاي بيكون التحضير ليها مختلف عن اي مباراه ثانيه؟ هو اللعيب مش محتاج حد يقول له ركز في مباراه الاهلي او الزمالك او المباراه الكبيره عموما يعني. هو اللعيب مركز ان هو يبذل اقصى حاجه عنده في المباراه دي، ان هو زي ما قلت لحضرتك ان انا بلعب النادي الاهلي انا متشاف، غير ما بلعب مثلا انا ودجله اف سي مصر ومثلا ودجله برضو او المشاهدين مش هتفرجوا على الماتش ده قد ما هتفرج على اف سي مصر مثلا والاهلي. طبعا الشغل الاعلامي بالنسبه له بيبقى مهم جدا، وعايز يعمل حاجه كويسه، عايز يثبت نفسه. يعني لما تتالق في ماتش الاهلي او تجيب جون دي حاجه بتبقى بالنسبه لك يعني مباراه شهره طبعا. فاللاعب بيبذل اقصى حاجه عنده، حتى المدرب بقى مركز جدا وعايز يحط افضل عناصر عنده. يعني كابتن يوسف كان ممكن يجيب الجون الثاني يلعب معاه في خلاص. هو برده كحقه مشروع ابن من ابناء النادي الاهلي، بس حقه مشروع ان هو مدرب عايز طبعا نقطه بالنسبه له ان انا اتعادلت مع النادي الاهلي نقطه تاريخيه. فطبعا دي حاجه بالنسبه له معنويا كهو كمدرب، زي ما اللعيبه بتبذل اقصى حاجه المدرب بيبقى عايز يبذل اقصى حاجه. طيب وايه الحلول اللي من وجهه نظرك بتكون المفروض تكون موجوده في مباراه زي دي، انه الفريق اللي قدامك مقفل كويس قوي وحاطط لك كل اللعيبه في ال 18؟ ممكن التصويب، كور عرضيه،
يعني ده اهم حاجه اللعيبه، او العب بسرعه مش يعني. احنا الماتش الحلول الفرديه، الماتش اللي فات ده كنا بنحضر كتير قوي في بتاخد وقت او كبير جدا في نص الملعب. رغم خلاص انا اللعيبه كلها لو ما بتهاجم بترجع خلاص فرقه البنك كلها بترجع ورا الكوره، فطبعا بيبقى الامور صعبه. ورغم كده كان ممكن نجيب جون واثنين وثلاثه في المباراه. طب انا سالتك على افضل المهاجمين في الدوري المصري، بس عايز اعرف انت لما بتتفرج على كوره كده وبتستمتع، مين افضل مهاجمين في العالم بتحب تشوفهم يعني؟ طبعا رونالدو وصلاح، في ابراموفيتش دلوقتي رغم ان عنده 39 سنه بيعمل حاجه كويسه، في ايكاردي، في ناس كتيره بس يعني دول يعتبر بحبهم جدا يعني. انت قلت رونالدو ما قلتش ميسي. لا ما هو ميسي ده مش هينفع اقارنه بحد. وما قلتش ليفاندوفسكي. لا طبعا ده لو في كان احسن لاعب في العالم كان خدها، كان يستحقها الصراحه. هو خد كل حاجه، خد هو ليفاندوفسكي الموسم ده او اللي فات ده مسيطر. لا هو مسيطر هو في كل الجوائز، هو لعيب كبير، مهاجم كبير جدا وشخصيه كبيره. دي ده اللعيب اللي بقول لحضرتك عليه، ده كان في بروسيا دورتموند، راح بايرن ميونخ، فبيطور من نفسه دايما ودايما شاف ان هو يعني. انت ما قلتش ميسي عشان ان هو ما بيتقارنش بحد، مش عشان انت ما بتحبوش. لا لا انا ميسي ده موهبه ربانيه. حته ثانيه، انا بتكلم عن الناس اللي هي طورت نفسها، اجتهدت وطورت يعني نفسها. ده موهبه ربانيه ان هو عنده الموهبه. طب مين مثلك الاعلى محليا وعالميا؟ محليا حسام حسن. تمام. عالميا مش هينفع اقول رونالدو يعني. رونالدو بس انا ليه؟ بحب انا رونالدو بس بحبه على يعني، انا حاطه مثلا بالنسبه لي كلاعب يعني 12 سنه بينافس كل الناس. يعني ينافس ميسي ونافس رونالدينو ونافس ناس كتيره جدا، وهو لسه بعطائه ودلوقتي هداف الدوري الايطالي. فلعيب ما بيطور من نفسه، انا بحب النوعيات دي جدا يعني. اللعيب اللي دايما بيشتغل على نفسه وبيبقى عايز. اكيد شايف ازاي اللي صلاح بيقدمه مع ليفربول بقى؟ لا صلاح لعب معايا في المقاولين. صلاح ما شاء الله دلوقتي من لو جينا من احسن 3 4 لعيبه في العالم، هو رقم واحد. فطبعا صلاح لعيب كبير وادانا طبعا امل للعيبه كلها. اتمنى ان اللعيبه كلها تمشي. طب كابتن رضا ما ترجعني شويه كده عن كواليسكم، انتوا مع بعض في المقاولين انت وكابتن محمد صلاح. انا محمد لعب معاه سنتين، سنه لعب ماتش وبالسنه الثانيه لعب يعتبر لعبه كلها. هو محمد ما شاء الله كان هو كده كده عنده الامكانيات. فطبعا لما راح مع ناس يطوروا الامكانيات بتاعته دي بقى محمد صلاح. وفي زي محمد صلاح ناس كتير جدا، بس العقليه اللي بتختلف. كانت عقليته ازاي وهو بيتعامل؟ هو دايما ملتزم، هو دايما بيجتهد في شغله، ودايما هو عارف هو عايز ايه. كان باين قوي الطموح عليه ان هو باصص حته ثانيه خالص. محمد لما لعب معانا كان عنده 16 سنه. يعتبر مثلا من اصغر اللعيبه اللي لعبت في تاريخ الدوري المصري. يعني الكابتن محمد رضوان اول واحد لعبه في معانا في الدرجه الاولى. هو والنني الاثنين يعني بداوا مع بعض. لكن هو زي ما قلت لحضرتك اللعيب هو اللي بيبقى بيحدد انا عايز اروح فين. هو لما جات له الفرصه ان هو يبقى في مكان كويس حافظ عليها وطور من نفسه اكتر، ودلوقتي بقى من احسن 3 لعيبه في العالم. بس باين من بدري، كان باين من بدري انه اللاعب ده امكانيات عاليه جدا، مهارات عاليه جدا، يعني ليه مستقبل عالمي. انا مش هنقول مستقبل عالمي لان في ناس كتيره كان لها مستقبل عالمي. ايوه ما انا ده اللي انا عايزك بس انا لما انا رحت ولقيت الامكانيات ولقيت ان ربنا سبحانه وتعالى موفقني انا حافظت عليها. بالظبط. يعني انا مثلا يعني عمرو زكي انا من اكتر ناس بحبها جدا في حياتي يعني، هو برده من المنصوره زيي. ايوه كابتن عمرو زكي لما راح الدوري الانجليزي جاب 10 تجوان كان الدنيا كلها بتكلم. رجع لنادي الزمالك تاني. رغم ان كان في بايرن ميونخ قدامي يعني الكابتن محمد عظيمه مدرب النادي الاهلي كان جايب له بايرن ميونخ. بس اللعيب زي ما قلت لحضرتك كده ايه، انا اللي بحدد مصيري، ممكن حياتي تتغير ولا لا. فهي الفكره كلها في العقليه يا كابتن رضا صح؟ طبعا انا واحد زي المحمدي الناس مش حاسه بيه. رغم ان هو دلوقتي مثلا بيلعب في الدوري الانجليزي اكتر من طب ليه؟ من 7 8 ليه بتفسر ده بايه؟ هو الراجل مجتهد وراجل عارف هو عايز ايه، شغال في صمت، ما بي زي ما اقول لك ده مش اللي هو يعني الاعلام دوشه او هو مركز، هو مركز عارف هو عايز ايه. زي تريزيجيه. تريزيجيه نفس يعني انا شايف ان تريزيجيه عنده مقومات لعيب كبير جدا جدا جدا.
بس محتاج اللي يطوره، محتاج يلعب في فرقة تساعده أكتر. يعني ده لو اتحط في فرقة تساعده هنشوف صلاح تاني يعني. فممكن نقول إنه في برضو عامل التوفيق أكيد برضو بيفرق مع اللاعب، وغير الاجتهاد والتركيز. عامل التوفيق ما بيجيش غير اللي بيجتهد. غير اللي بيجتهد، صح. أنا النهاردة لما صلاح نفسه قال الكلمة دي قبل كده، قال الحظ ما بيجيش غير اللي بيجتهد. ما هو أنا النهاردة لما أفشل، لما أنا طول ما أنا بشتغل ممكن أفشل، أو أنا مثلا أنا النهاردة مثلا بلعب على الجون ممكن ما توفقش، بس طول ما أنا بحاول وبجتهد وببذل أقصى حاجة عندي بيبقى عندي يقين إن أنا ممكن. يعني إيه؟ زي قفشة مثلا. قفشة جاله ثلاث أربع ماتشات قبل فايلر، يعني مش يعني مش حاسه الصراحة يعني ما كانش، لكن لما جاء موسيماني لعبه في مكانه اداله ثقه، ثلاث اربع ماتشات الاخرانيين قفشه هو اللي بيكسب النادي الاهلي. القضيه ممكن. اه طبعا. فهي اللعيب بيختلف نفسيا بس. طب قول لي بس وقت القضيه ممكن دي عملت ايه؟ مش عايز اقول لك انا عملت ايه. لا انا عايز اعرف انت عملت ايه. خبطت في كله. اه مش قادر. طرت فوق. اه طبعا. طبعا انا كان نفسي ان احنا نكسب، وكان نفسي ان احنا ناخد البطوله دي طبعا من نادي الزمالك كمان، يعني بطولتين. طبعا. فدي كانت بطولة كانت غايبة سنتين ثلاثة، أنت بتوصل للنهائي والحظ مش متوافق، لكن الحمد لله ربنا ادالك وعلى غريمك التقليدي يعني كمان، يعني بادالك حاجة كويسة يعني رغم أنت خسرت نهائيين، بس بعد كده ربنا ادالك في مكان في فرحة كويسة يعني. قبل ما اروح معاك لكاس العالم للانديه، فاكر اي مواقف بينك وبين صلاح او النني وقت المقاولين، الايام الحلوه دي القديمه؟ لا يعني النني مثلا ممكن كانوا عايزين يلغوا السن بتاعه، يلغوا السن. كان الكابتن محمد عامر قلت له لا مش هينفع، ده لعيب كويس وكان لسه يعني كورته كويسه، والحمد لله ربنا وفقه وبقى ده برضو من الناس اللي بحبها جدا، اشتغل في صمت ما بتاثرش بحد، هو عارف هو بيعمل رغم ان هو الناس كتير انتقدته بشكل جامد جدا، لكن هو ما دي بقى العقليه اللي يعني صح. هو طبعا هو راح اتعامل مع عقليات كبيره جدا مش زينا، يعني احنا برضو احنا بطبيعتنا عندنا الحته العاطفيه شويه، عاطفيين وبيفرق معانا الناس بتقول علينا ايه، بره الناس عمليه اكتر. بره انت بتشتغل بتاخد حقك، هتشتغل اكتر تاخد اكتر، صح. تشتغل اكتر هتاخد اكتر، مش مثبتينك على خلاص انا النهارده، لا زي صلاح كده. وصلاح كل ما بيبقى تتكلم تسمع ريال مدريد وتسمع برشلونه وتسمع، انا اللي بخلي الناس هي تدور عليا. شايف انه صح ان هو يروح اصلا نادي تاني، ريال مدريد برشلونه غيره، ولا دي بتاعته هو؟ انا مش انت مثلا لما بتيجي تبص على اللاعب ده، لا ده هو لعيب ممكن يجي عليه في وقت يبقى متشبع من المكان. اه فاهمك. محتاج دوافع جديده ومكان جديد يبدا يجدد دوافعه فيه، فطبعا دي بتبدا صح. حسب برضو رغبه اللاعب. طيب نروح بقى لقرات كاس العالم للانديه، شفتها ازاي؟ طبعا انت عارف انه النادي الاهلي هيواجه نادي الاتحاد القطري، وطبعا لو قدرنا ان احنا نفوز ان شاء الله بايرن ميونخ، وكنا لسه بنتكلم على ليفاندوفسكي بقى، فانت الضحكه دي وراها حاجات يا كابتن. لا هي عشان نبقى واقعيين، الناس اللي بره دولت طبعا زي ما قلت لحضرتك، صلاح لما لعب مع الناس دي ولقى امكانيات، احنا عندنا قد الامكانيات اللي بره دي بمراحل، بدليل انت يعني طبعا انت اقوى دوري في افريقيا الدوري المصري، يعني بلعب الفرق الافريقيه بيعملوا حساب لنادي الزمالك، نادي الاهلي، النادي الانديه دي كلها. لكن ليه بقى احنا بيجي له عقد احتراف يمشي من بدري يتعلم من الناس دي؟ فعشان كده على مستوى المنتخبات بيبقى اقوى مننا بكتير، المنتخبات الافريقيه، لكن على مستوى الانديه احنا اقوى منه، عشان احنا بنسيب اللعيبه. ناخدها مباراه مباراه، الدحيل القطري، انت عندك معلومات عن دحيل؟ هو عنده خط هجوم قوي الحقيقه، الثلاثه اللي قدام كويسين جدا في بس خط الظهر مش قد كده، الحمد لله احنا يعني دفاعيا هو الرابع في الدوري القطري. بدر بانون من الصفقه المهمه جدا طبعاً. من يعني من اهم صفقه من 10 سنين النادي الاهلي جيب، انت كنا محتاجين لعيب في المكان ده يعرف يبدا كوره، يبدا يطلع الكوره من تحت كويسه، فطبعا انا شايفه ان هو من احسن الصفقات اللي جت نادي الاهلي. بنبقى مطمنين وهو واقف في خط هي الدفاع. مش يعني الطمانينه مش ان هو، لا انا يعني انا شايف النادي الاهلي بيبقى محتاج لعيب زي ده. اه يعني ده حاسس انه ابراهيم سعيد. اه يعني ابراهيم سعيد اول ما طلع مع النادي الاهلي بيبدا كوره، عنده شخصيه البطل، هو فعلا ده اهم حاجه، ان هو عنده شخصيه، ده من اول يوم جه لعب وخد
خد بطوله. ده اللي بقول لحضرتك انها بتفرق من لعيب للعيب. ايوه بس اللي هو كان لانه فعلا كان عنده ثقه كبيره قوي اول ما نزل مباراه الكاس. كابتن نادي الرجاء يعني انت برضو ده نادي كبير جدا وبيلعب بطولات ولاعب نهائي، فطبعا عنده الشخصيه، شخصيه القائد، فمش متاثر بالاجواء يعني. وغير كده جمهور الرجاء جمهور كبير جدا، فهو عنده خلاص يعني بطبيعته ان انا عندي شخصيه القياده وعندي شخصيه ان انا ما فيش عندي ضغوطات والكلام ده، فعشان كده دخل مع النادي الاهلي بسرعه جدا. طيب الدحيل بقى كنا بنتكلم على هجومه ودفاعه، فالمباراه فنيا يعني من ساعه تقريبا ما تم الاعلان عن القرعه يا كابتن السوشيال ميديا ما بتتكلمش غير عليها، وصفحات الاهلي وانه احنا طب هنكسب هنخسر هنتعادل. واحنا كنا بالزبط. من الناس يعني الناس كلها بتبقى مستنيه النادي الاهلي يلعب في محفل كبير زي ده، فطبعا انت شايف المباراه ازاي بكل واقعيه؟ المباراه متكافئه يعني، المباراه متكافئه يعني شايفها متكافئه، بس النادي الاهلي ممكن يبقى عنده الافضليه زي ما قلت لحضرتك ان هو عنده البدائل كويسه جدا. ودي بقى بتبقى متوقفه على المدير الفني ان انا اختار مين العناصر اللي ممكن ابدا بيها او ممكن انزلها. بس الدحيل الحقيقه عمل تدعيمات قويه جدا لكاس العالم للانديه بالتحدي. ما هي دي الامكانيات الماديه اللي بتفرق مع الانديه في قطر طبعا، ملاعب واجواء، فان شاء الله النادي الاهلي قادر ان هو ان شاء الله يتخطى الدحيل ان شاء الله باذن الله، باذن الله يعمل مباراه. نتمنى ان شاء الله نكسب بايرن ميونخ ان شاء الله. طب انت شايف بقى مباراه بايرن ازاي؟ لا طبعا انا قلت لك الفروقات الفنيه والتكتيكيه والخططيه في الملعب هي اللي هتفرق في المباراه دي. انا ممكن اكسب المباراه. يعني لو لعبنا ازاي نكسب المباراه؟ احنا بنحلم اهو يا كابتن، بنتخيل. لا لو لعبنا دي مش انا المدير الفني يعني، توقعات لما حسب اللعيبه يعني. اللعيبه اللي موجوده مين اللي هيتطبق لي مثلا عايز العب دلوقتي، مثلا انا دلوقتي هقابل منين؟ من هبدا من على الدايره، هقابل من تحت، كلنا نرجع ورا الكوره، هلعب هجمه مرتده، مش هنروح نهاجم يعني. لا مش طبعا مش هينفع نهاجم من نلعب جيم مفتوح مع فرق زي دي. عايزه اقول لك برشلونه والناس دي ما بتلعبش جيم مفتوح. جماهير الاهلي كلها قاعده بتحط خطه الماتش، انت مش قادر تفهم يعني. الجماهير الاهلي كلها قاعده بتحط احنا هنلعب بمين وهنهاجم ولا كله وطبعا شويه واخدينها بهزار وشويه. لا المباراه خلي بالك حتى في اوروبا دلوقتي الناس كلها بتلعب في 40 50 متر يعني، الناس كلها ما بتفقد الكوره بترجع ورا الكوره. اكبر فرقه احنا لو النادي الاهلي في المباراه ان شاء الله ربنا يوفقه ولعب بايرن ميونخ، انت لو لعبنا وهاجمنا هتلاقي كل اللعيبه بتاعت بايرن خلاص هو سيستم والناس ماشيه عليه. وده كوره الناس بتطبق فكر المدرب. شايف غياب وليد سليمان هيكون مؤثر؟ طبعا. يعني لعيب كبير طبعا عنده خبرات، يعني خبرات كبيره زي ما قلت لحضرتك، مش شرط ان انا كمان العب. دوره مجرد ان انا برده في ناس بتتخض من الاجواء. يعني ناس في ناس بتتخط بجد يعني، مثلا ممكن لما تلعب 100,000 متفرج غير ما انت دلوقتي ما بتلعبش اصلا، ما فيش 5 10 بيتفرجوا عليك. في لاعب ممكن يبقى بالنسبه له لاعب كوره يا كابتن اسهل له ان ما يبقاش في مدرجات جماهير في المدرجات؟ في ناس طبعا بتحب كده. ده اسهل لها بالذات الجيل ده والله. ما هو الجيل ده اتعود ان هو يلعب من غير جمهور. لما تيجي تحطيه مع جمهور وضغط ممكن ان بس دايما لما بنتكلم مع اللعيبه بيبقى بالعكس نفسها ان الجماهير ترجع. اكيد طبعا هو اللعبه اصلا من غير جمهور ما يعني بتحس انت بتسمع صوتك وانت بتتكلم يعني، واحد يكلم واحد في الملعب انا بسمع مثلا ممكن اسمع الناس كلها. طبعا الجمهور صوته، طب زي بطوله افريقيا الكبار احنا خسرنا فيها وطلعنا من الدور الاول. عكس بطوله الاولمبي المنتخب الاولمبي الجمهور فرق هنا صح، والجمهور كان عامل هنا ضغط على المنتخب. رغم ان دول كبار الناس لعبت دوليا، لكن طبعا اللاعب الاولمبي ده كان نفسه بقى يشوف الجمهور ويشوف الناس دي، فطبعا كان بيطلع افضل حاجه عنده. فعشان كده كان اتاثر بوجود الجمهور للحاجه يعني، عنده حافز ان هو عكس اللعيبه المنتخب الاول. ايه اكتر المباريات اللي فاكرها الجمهور فيها كان عظيم يعني لا يصدق يعني جمهور الاهلي؟ المباريات كلها يعني طبعا مباراة كده هزوا الملعب الصفاقس طبعا. ده من اعظم الماتشات اللي الواحد كان مبسوط بيها ان احنا خدنا البطوله دي، وجون في وقت صعب جدا وفرحه هستيريه، فطبعا ده كانت حاجه بالنسبه لي. كواليس المباراه دي كانت صعبه عليكم يا كابتن؟ طبعا. يعني انت ما متعادل وعايز تكسب هناك والدنيا صعبه، وربنا سبحانه وتعالى يكرمك بجون في وقت زي ده، يعني طبعا كانت فرحه كبيره جدا ببطوله غاليه في مكان
بره ارضك، فطبعا دي كانت حاجه ما بيبقاش في وقت ابدا انكم يعني ان اللاعب في مباراه زي دي يحس ولا للحظه ان المباراه دي مش بتاعته او البطوله دي مش بتاعته، يعني بيبقى الحد دي شخصيه النادي الاهلي. النادي الاهلي بالظبط. اه يعني انا عايزك تكلمني عن ده. حتى متعب لما جاب الجون في خلاص انا ما فيش لا ممكن يعني انا بتفرج على النادي الاهلي لحد لما الحكم يصفر هقول المباراه خلصت. اه اللي هو متعادل هفضل اقول لحد طول ما اللعب شغال هجيب جون لحد ما الحكم يصفر نهايه المباراه خلاص كده ارضى بالنتيجه. هو النادي الاهلي عودنا على كده. صح. دايما بيلعب لاخر ثانيه، دايما عنده روح البطل، دايما عنده زي ما قلت لحضرتك ان اي حد بيخش النادي الاهلي هو خلاص خد روح البطل ان انا ما بلعبش غير على منافسه بس. يعني دايما كنا لو تعادلنا المباراه مثلا ممكن نروح اكننا رايحين عزا تاني يوم في التمرين. صح. الدنيا بتبقى صعبه جدا. فطبعا بس طبعا النادي الاهلي. طيب انت طبعا نورتنا ونورت جمهور النادي الاهلي، الحقيقه بيحبك جدا يا كابتن، وعايزه منك ليهم بقى رساله او كلمه لجمهور النادي الاهلي. لا طبعا انا اتشرف ان انا في يوم لعبت في النادي الاهلي والجمهور ده شجعني، وانا بتمنى لهم ان شاء الله ان احنا نعمل ناخد الدوري تاني وبطوله افريقيا ان شاء الله، ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله في كاس العالم للانديه زي جيل ابو تريكه والجمعه ومتعب وبركات، ان شاء الله نفرحهم باذن الله. بشكرك جدا يا كابتن. بشكرك وبشكر حضراتكم على المتابعة. بكرة الحقيقة مباراة مهمة في الدوري المصري بين النادي الأهلي والمقاولين، وبنتمنى كل التوفيق لفريقنا وإن احنا طبعا نحصل على الثلاث نقط المهمة جدا دي، وإن احنا نكون في ظهر فريقنا الفترة اللي جاية وإحنا داخلين على مرحلة مهمة جدا كأس العالم للأندية. بشكر حضراتكم على المتابعة. شكرا.